قتلته ورحت على شغلك ورجعت على أساس ما حدا راح يحس على الموضوع. سيادة العقيد، أنا ما تركت شغلي إطلاقاً، وفيكم تسألوا. لك يا كمال، هول الموضوع على حالك وساعدنا، يعني بالنهاية راح يبين كل شيء. على كل حال أنا اللي عندي حكيته. طيب أنت برأيك مين إله مصلحة بقتل حسان؟ ما بعرف. لك كيف ما بتعرف؟ أنتوا رفقة من أكثر من سنة وعم تشتغلوا سوا، معقولة ما بتعرف عنه شيء؟ يا سيادة العقيد، أنا حسان مو رفيق ابنه، حسان زميل بالعمل، وبهداك اليوم طلب مني إنه بده يروح مشوار صغير في شغلة ضرورية وبده يرجع. قام حدا قتله، ليش ما تكون أنت بعت وراه حدا ليقتله لتتخلص منه؟ أنا؟ وين مصلحتي؟ لأنه شريكك بالتهريبة أو كشفة وبدك تتخلص منه. سيادة العقيد، الله وكيلك أنا تحققت من كل شيء. بعدين هاي المعاملة بالمناسبة كانت على الدكتور الزراعة، وليكو تقريره موجود وكل شيء صح. احترامي سيدي. أهلين. كمال ما ترك شغله ولا دقيقة. شو يعني؟ لك أكيد كمال عنده شركاء هن اللي قتلوه لحسان وبعتوا على البيت أثناء مرور البرادات، لأنه بيعرف بالقصة وأكيد كان عم يبتزوا لكمال، قال لك بقتله وبرتاح من الموضوع. احترامي سيدي. أهلين. أخذنا البصمات بمكان الجريمة. وشو صار ببصمات كمال؟ ما أخذناهن سيدي. فوراً بتاخذ لي بصماته وبتقارنوها مع البصمات اللي جبتوها من غرفة حسان، وبتمر بتفتش بيت كمال ومحله، وبطريقك بتمر على النائب العام وبتجيب الموافقة. عفوا سيدي، على شو بدنا نفتش؟ على كل شيء، مصاري، أوراق، سندات، وأهم شيء بتركزوا لي إذا في مبالغ مالية كبيرة، وأنا هلا رح أحكي مع النائب العام. حاضر سيدي، احترامي. أنا مساعد أول من الأمن الجنائي وهي هويتي. معي أمر من النائب العام تفتيش البيت. مو هذا بيت كمال مسلم؟ خير إن شاء الله. ليش بدكم تفتشوا البيت؟ ليش شو صاير؟ إذا بتريدي بلا كتر تحكي وخلينا نشوف شغلنا. يو عبقول لك أخي ماله هو؟ بعرف، هو عنا من قبل الظهر. يبعد لي حمى، شو عم يعمل عنكم بالفرع؟ ليش أخدينه؟ مشان الله فهمنا. كمال مسلم مقبوضة عليه بتهمة تسهيل تهريب حشيش، هذا لحد هلا، وفي اشتباه بجريمة قتل. فتشوا البيت. وقف عادي انت وياه، البيت فيه حريم. إذا بتريدي خلينا نشوف شغلنا. مشان الله. هي غرفة الحجة، ست كبيرة وما خرج. ماشي، روحي أعطيها خبر للحجة. أمي. عم بيقولوا في حرامي بالحارة. يا لطيف، الشرطة بدها تفتش البيت. ونحن شو دخلنا؟ خايفين علينا ما يكون فايت على البيت. شلون بده يكون فايت يعني؟ بس بدهم يفتشوا شوي. طيب يلا يا امي. سادي شوي. Yeah.
لقيتوا ما لقيتوا شيء ما هيك؟ هيك على ما يبدو. طيب يعني انتوا رح تخلوا لكمال يرجع اليوم على البيت؟ دورنا وما لقينا شيء جوا. سيدي في مجال اعرف شو عم تدوروا؟ قل لي يا خليل، كمال عنده غير المحل والبيت؟ لا سيدي ما عنده، بعدين نحن مو وقت هذيك المرة ما عاد بعنا شيء برات الطريق، بعدين الله وكيلك كل شيء نظامي، إذا بدك برجيك الدفتر. حقوني أمرك. شو خير خليل؟ شو يعني؟ شو يعني ما حدا منهم بيعرف؟ واحد محمل 100 كيلو حشيش بشاحنة وما بيعرف؟ سيدي حتى شوفير الشاحنة اللي عم تعبي أعطانا اسم شخص اسمه سعده، قال هو اللي قال له يجي يفضي البراد بهي القرنة. سعده، لازم نوصل للشخص، وإذا وصلنا له رح نلاقي أجوبة لكثير من الأسئلة. رح نحاول سيدي، بالرغم إنه ما عندنا غير أوصافه واسمه المستعار. لحظة 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 لحظة، شوفير الشاحنة ما قال لك لمين بده يوصل الشاحنة بسوق الها؟ سيدي مو على السوق، لأرنب جنبه، لأنه ما بيعرف اسم الشخص اللي بده يستلم منه، على أساس سعده يلاقي له هنيك، فتشنا المنطقة سيدي ما قدرنا نحصل على أي نتيجة. راقبوا المنطقة منيح، وحاولوا مع الشوفيرية مرة ثانية. افصلوهم عن بعضهم. ازرعوا بيناتهم عملاء من عنا. بدي أعرف البضاعة لوين راحت، ولازم وصل لهذا اللي اسمه سعده. أمرك سيدي، رح نحاول نوصل لشيء. احترام سيدي. تفضل. احترام سيدي. أهلين. البصمات اللي أخذناها من غرفة القتيل مو بصمات كمان. كنت متوقع هالشيء. احترامي سيدي. أهلين أبو رامي، يعطيك العافية. احترامي سيدي. سيدي دورنا ببيت كمال وبالمحل تبعه ما لقينا شيء. والبصمات مو لكمال. ايه شو هالدويخة هاي؟ سيدي بجوز الجريمة ما لها علاقة بالتهريبة. كل شي رح يبين، بس نحن نمسك طرف الخيط، وبجوز يكون هذا الشخص اللي اسمه سعده هو مفتاح حل كل هالقصة. سيدي ومين هذا سعده؟ هذا هو الشخص يلي اتفق مع الشوفيرية ليستلموا البضاعة، ومنه منقدر نوصل لخالد حميده. قلبوا البيت فوقاني تحتاني، بس الحمد لله ما لقوا شيء. وما قالوا مين هن وشو التهمة؟ بلا، عم بيقولوا تسهيل مرور حشيش. وأول ما فاتوا قالوا إنه أخي كمال موقوف عندهم بالأمن الجنائي. ماشي، أنا راح أروح على الأمن الجنائي وشوف شو القصة وشوف كمال. دخيلك يا أبو سامر، روح وطمني. الله يوفقك. تكرم عيونكم، إن شاء الله ما بصير، ادعوا لي. الله تغفر لي، الله معك الحفظ يحفظك. الله يخلي لي إياك يا رب، ما تحرمني من ولا يهمكم، لا تخافوا. هلا ابو سامر بحلها. انت وقدود ابو سامر. يا رب يا رب. يلا الموضوع كبير كثير، واكيد في اكثر من حدا فايت فيه. حسان كان معكم؟ معنا سيادة العقيد، الله يخلي لنا اياك. انا قلت لك من البدايه والله ما بعرف شيء عن الموضوع. كمان هي ما بدك تحكيها. طيب انا رح عدلك. هذا الموضوع انقتل من شانه حسان. انت شو علاقتك فيه؟ ابدا، الرجال منيح وبيعرف شغله. فهمنا من بعض العناصر انه انت كنت تختلف معه كثير. يعني هي بدك تقول مشاكل شغل وانت بتعرفها؟ حتى هي ما بدك تحكيها. يلي فهمناه انه كان خلافك معه انه ما كنت تخليه يمرق شيء. شو دخل هي بهي؟ يعني كان يمرق. طب شو دخل هالموضوع بوجودي عندكم؟ بالله شو؟ ليش هاي القضية يلي جايبينك من شانها ما بتخص النزاهة؟ شوف يا كمال، احكي من شان تساعد حالك وتساعدنا، وإلا بتكون أنت المشتبه الأول في قتله. على كل حال الرجال مات يا سيادة العقيد، وما بفيد الحكي عنه. طيب
أنا رح أفرض إنه مصدق وما قتلته. مين شركائك؟ شو هالحكي يا سيادة العقيد؟ أنا إلي شركاء؟ بعدين ما بعرف كيف عم تركبوا القصص هيك فوق بعضها. طيب ساعدنا وقلنا القصة الحقيقية. أنا قلت لكم من البداية مرقوا الشاحنات ووقعت عليهم بشكل نظامي، يعني ما عم بعرف لو بدكم تتصلوا معي، يعني إذا ما وصلتوا للفاعل الحقيقي بدكم تلزقوها فيه يا سيادة العقيد. كمان انتبه على كلامك. نحن عنا أدلة واضحة وصريحة إنك موقع، إنك فتشت البرادات وما لقيت فيها شيء ومرقتها. مزبوط، فتشت وما لقيت شيء سيادة العقيد. المهم إنك موقع على مرورة، وهذا بالنسبة إلنا بيعني لنا إنك مسؤول عن العملية من أولها لآخرها. لا سيادة العقيد، ما بيعني هالشيء أبدا. لا بيعني، وبيعني كمان إنك شريك بجريمة القتل. يا سيادة العقيد، أنا لا قتلت ولا هربت، أنا معاملة نظامية وبرادات نظامية بريد الدم وقعت عليها، وأنا مشهود لي بالنزاهة بشغل تسألوا عني. أنا آسف. تهريبة كبيرة كتير مارقة من تحت إيده، وكمان في جريمة قتل. ولي على قامتي رفيقه حسان يلي بيناوب معه لاقوه مقتول ببيته. قصة كبيرة كتير. لك شو هالحكي؟ لك شو هالحكي يا جماعة؟ أخي مستحيل يكون له يد بهالقصة. معلوم مستحيل، كمال ما بيعملها، مشان هيك بدي أعمل واسطة لحتى أروح لعنده شوفه وفهم منه شو القصة. مشان هيك أوف استعجل لك شو أمي لهلا لساتها ما دريت، والله إذا دريت بتروق فيها. أنا لازم أشوف محامي. يا بنت الناس، ما أنا شفت محامي مهم كتير، وبكرة الصبح مزروع على باب مكتبه. بكل الأحوال رضوى الله يرضى عليك، نامي الليلة عند أهلك. حاضر، وانت كمان نام. أنا ما خرج، أنا بدي روح أفكر بشي طريقة مشان ألاقي لي شي واسطة منيحة. ايه. روح لعند ايه. كمال وفهم منه شو القصة وساعده. ايه تقبلني، ايه تقبلني. دعوري. الله معك. يلا تصبح على خير. خلي لياك يا رب، الله يوفقك يا رب. عم صدق حجن سيدي كمال وحسان متفقين على تهريبة، أو كمال متفق لحاله مع المهربين، يعني مثل ما وارد عندي بالتقرير كشفوا حسان وقام بعد حدا يقتله، يعني هو لفق الكذبة تلفيق إنه مرت حسان مريضة مشان لحتى يروح على البيت ويبعت حدا وراه يقتله. يا ابني بدك تلاحق القصة من أولها، معقول كل هالبضايا هي ما بتمر غير على ايدين حسان وكمال؟ اكيد في كذا واحد عاينها وفحصها، واكيد في حدا متآمر وقابض على تمريرتها. روح لاحقها مرة تانية. والله معك حق سيدي، رح امسك الموضوع من اوله، بس ما بعرف سيدي في شي مشككني انه كمال مسلم متورط بهالقضية توريط. وشو هو؟ افادته بالتحقيق سيدي وشهادة أغلب عناصر الجمارك بتأكد إنه هذا الرجل نظيف وبيختلف عن حسان بسبب سلوكه. يا عصام، نحن بيهمنا الحقائق المثبتة، والقانون بيعاقب على الجرائم حتى في حال ثبوت حسن النية. معك حق سيدي، معك حق. على كلٍ تابع التحقيق حتى نقدر نمنع حصول الكارثة هي، وزودوني أول بأول بكل جديد. أمرك سيدي، حاضر. احترامي. احرق اخذ هالشغله. لك شلون نسيت هيك انه اليوم عيد ميلادك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الحق عليك سوسو، عن جد الحق عليكي. كلام تذكريني قبل بنهار. هلا انا صار الحق علي؟ فكرتك بتحبني وبتتذكر عيد ميلادي لحالك. كنت بحبك وبموت فيكي، مشان هيك كنت عم فبرك حكايه على مرتي بالبيت مشان تنام عند اهلها واجي لعندك، بس شلون نسيت؟ ما بعرف. لوين؟ رايح بدي اوصل، جيب غرض صغير واشي. اي لا تروح ولا تجي، هديتي انا انك تنام عندي اليوم. سوسو حياتي، شيت اني نام عندك ما بقدر، بس رح اتاخر عندك بالسهره،
لانه بكره الصبح عندي شغل كثير. وحبيبتي في شغله بدي اقول لك اياها، الشرطه يمكن يستدعوكي على الشيء اللي صاير هاليومين بالشركه. ليش شو صاير؟ يعني تعرفي خالد ومشاكله يمكن عامل له شيء مشكله. انا شو دخلني؟ حياتي برافو عليكي، انت ما دخلك لذلك لا بتروحي ولا بتجي. وش كان الشرطه استدعتك فانت اوعك تجيبي سيرتي. طيب بركي سالوني عنك. حياتي ما رح يسالوكي لانه ما حدا بيعرف اني انا بشتغل عند خالد. لك ليش لحتى يسالوني؟ لك مشان الله فهمني، ما عم بفهم عليك شيء، شو صاير؟ يا علينا شو بتحبي اللت والعجل سلمى؟ روح على البيت تسالي. ما في شيء، في مشكله صغيره يمكن يستدعوكي الشرطه ويسالوكي، لا تجيبي سيرتي بنوبها، فهمتي؟ طيب شو بدي اقول؟ فهمني. رح اقول لك شو بدك تقولي حياتي، تعي لعندي. تعي سوسو تعي. اسمعيني حياتي، انت ما بتعرفي حدا فيهم، يا دوب تفوتي طلباتهم، شو بيحكوا سيار، شو بيحكوا رصاص، انت ما عندك فكره بشيء؟ لانه ايش كان حكيتي اي كلمه الشرطه رح تاخذك وتجيبك على كل كلمه وعلى كل سيره. روحي تعي، روحي تعي، نحن مو ناقصنا، لذلك انت ما بتعرفي شيء، واذا سالوكي عني ولا كانك سمعتي بشيء. صوت كلامك، بس انا هيك بضل بلا شغل. ولو يا سوسو حياتي، ما انت صرتي مرتي وانا مسؤول عنك، معقول هذا الحكي؟ ولا قال لك امبلا انزلي على الشركه وطالبي ببقيه حقك. لك كيف هيك؟ مو هلا قلت لي انه؟ قلت لك ورجعت بكلامي، حملي حالك وجيبي حقك، بس وينك؟ اوعك تفتحي تمك بصير اني انا بعرفك او بتعرفيني او نحن متجوزين. باختصار خلينا نرجع نرتب يلي صار بهدوء. حسان يلي اتفق معك ولا كمال؟ حسان سيدي، بس هو خبرني انه الموضوع لكمال. طيب كمال في بالعاده يطلب هيك طلبات؟ لا سيدي، بس حسان قال لي انه كمال بده هذا الورق يتوقع من دون ما يجاب اسمه لانه بيخاف على حاله. وليش حسان ما كان خايف على حاله؟ سيدي حسان كان معروف وقصصه معروفه، يعني كان على المكشوف، بس كمال أنا نفسي ما صدقت إنه مشارك بالعملية. ما صدقت بس نفذت يلي طلبوا منا. يا سيدي طمعوني بالمصاري، والله الشيطان يعني الشيطان خداني يا سيدي. لك الشيطان جواتك أنت وأمثالك يا معدومين الضمير. طبرة دعش حتى يا ابني. والله غلطان يا سيدي، أنا يعني ما لي متوقع هيك. طبرة